سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، سلام على كل اخواني وتحيه متبادله. اليوم عندي في فيديو نهار اليوم فصاله على القيسية. فصاله مطلوبه بزاف، وطريقه الفصاله هذه سهلت الامر على بزاف الاخوات وبزاف. انا حطيتها في اوائل القناه، لكن ما كانتش يعني شرح مفصل مع هذا هو الفيديو اللي جاب لي اكبر عدد مشاهدات في القناه نتاعي. راح نعاوده لكم اليوم بطريقه مفصله تصلح تاني كبدايه لمشروع للماكيتات في البيوت. انه الفصاله هذه تسهل عليك الامر بزاف، هي مقتصده في القماش، يعني هي مترين من القماش تقدري تجيبي بها اون غوب او قندوره، خلينا نقولوا قندوره، كتره قندوره بالدرعين لبغات 3/4، يعني لبغات السيدات يعني متقدمه في السن ولا المتحجبات اللي يحبوا لي غوب تاعهم يكونوا مستورين. مترين من القماش تجيب لك يعني قندوره ما شاء الله، ودوره الصدر تلبس حتى 120، يعني دوره الصدر 120 تقدر تقول حتى 2XL او 3XL. قبل ما نروحوا للانستالاسيون تاع القماش ونفهموا في الانستالاسيون تاع القماش، نقول لكم يا البنات ما تنساوش الجيم في الفيديو، حتى وان قبل ما تشوفوه. على بالي انكم عاد تحبوا فيديوهاتي، وعلى بالي انكم الكتره كتره راكم طلبتوا مني الفصالات، وعلى بالي انكم تنتظروا في الفصاله هذه اللي هي فصاله مقتصده جدا للقماش. قبل ما نحطوا القماش نتاعنا، نحطوا القيس نتاعنا، بدات الهضره تروح على بالكم. نفهمكم في الانستالاسيون تاع القماش كيف نحطوا. هذا القماش مليفه، هو قماش يهبل يعني رائع، يعني اللبسه تاعو باهيه، شويه مسحونه، مش خفيفه يعني مش رهيفه، وما يتكمش بزاف. او ميم طون اللبسه تاعو يعني راقيه، حتى وين درتيها يعني جلابة حجاب تقدر تعملها اون غوب ساغيان، يعني يصلح لكلش، يعني ان تيسو يعني انا نموت عليه، تعجبني بزاف. لكن يبقى انه شوية غالي، يعني السعر تاع لو متراج تاعو شوية غالي. هنا في سكيكدا يدير 35 لو متر، يعني في البلدان الاخرى ليس لدي علم. البنات هنا عندنا مترين من القماش، راني مطبقتهم على اربعة. السفيفة راهي هنا، يعني عادي نشريو طول القماش على السفيفه هذه. هنا كاين مترين من القماش كيما راه يعني كيما يتشرى من الحانوت، تكون هذه السفيفه في الغولو من الفوق ومن تحت، ولما يكيل لك السيد طبعا يعطيك على الطول هذا. هكا باش نتفاهموا ونقولوا طول ولا العرض تاع القماش وين راه، عدنا نقولوا هذا هو الطول باسكو يجي على طول القماش، يعني مترين مترين ونص كيما تحب. هنا طبقته على اربعه، لكن الجهه الخاصيه تاع الفصاله هذه انه الجهه المفتوحه تاع القماش هي اللي نرجعوها للظهر، يعني نحطوها مع الجهه المغلقه ونرجعها في الجهه الاخرى باش نفصل في الجهه المغلقه. يعني الاربع طبقات راهم في جهتي هنا وكل مغلوقين، هما اللي ندي منهم ليمونش، وليمونش يكونوا مغلوقين هما تاني، اللي ما يحبش يدير الخياطه هنا في الذراع. بما انه راح نديروا الخياطه في الظهر، لا كوتور نتاع لو دو او خياطه الظهر، هي خياطه تندير، كاين اللي سقسوني قالوا لي علاه ديري في الخياطه في الظهر، هي خياطه تخيطوا بها لو بريت ابورتي او الحوايج فرونسيس او حجابات، وطبعا في السواغي، يعني هي خياطه من اساسيات الخياطه نتاع الفرونسيس، يعني ما جبتهاش من عندي، هي من اساسيات الخياطه. حنا عندنا نرجعوا حتى بليتو، حنا رجعنا يعني المتطور تطورت الفصالات، عندنا نخيطوا بها الفرنسيس او باردون لي غوب لما تطوروا عندنا نخيطوهم جونغ دو قندورة مودرنيزي او مطوره، يعني طورنا لها الفصاله نتاعها ورجعنا نحطوا لها لا كوب نتاع الظهر. وميم طون هذوك لي كوب برينسيس ولا لي كوب دو كوتي اللي يجيو على الجوانب، هذا يعني كنوع من التطوير في العادات والتقاليد نتاعنا، لكن دائما نقعدوا محافظين على انه القندوره هي القندوره. كاين اللي يحب يلبسها تو دغوات ما فيها والو، وهنا ترجع ادواق كل واحد يلبس القندوره تاعو كيما يحب، كيما السيدات الكبار او يعني المتقدمين في السن ما يحبوش يلبسوا قندورتهم فيها كلي كوب بزاف. هذه تاع اون جون دام، تقدر تقول حتى اون جون في، يعني حاجه صغيره. طبقت القماش على أربعة بالطريقة هذه، نستاليو القماش نتاعنا يا البنات. نخرج هنا شوية ديفو، كاين ديفو هنا في القصة، أنا خرجته
يعني لا غالب المليفات تدير بزاف السنسر، يعني الشباش نتاعها كل يخرج كذا خارجه. خرجت هنا حقنه ندي خياطه ومام خرجت الديفو، من بعد نقصه هنا كل شيء مصطالي، يعني نحاول اني نعدل القماش مليح مليح، ونجي نحط القيس. البنات اللي قالوا لي لما فصلنا بالقيس الحاجه جاتنا ضيقه، طبعا انتم ما راحينش تحطوا قد القيس قد قد، سقطوا القيس اذا عاد كتان. الكتان اللي جبتيها مغسوله يعني ومطبقه من الخزانه، او اللي جابوها لك الزبائن تاعك، يعني اللي جابوا لك مغسوله فاضه ولا جو سي با كيفاه، كاين اللي تلبس لاغوب تاعها تقول لك انا تكون ضيقه عليا، ومن بعد عاد تولي تفك روحها. جينيرالمون الكتان هكا، انت طبعا ما راحش تتقيدي بالقيس اللي جابت لك، طبعا راح تزيدي حق الارياحيه، حق الكتان تاعك اللي كان ماشي مليف، وطبعا كتان اخر اي نوع من الكتان اللي يشرب، طبعا تديري حساب انه الكتان تاعك رايح يشرب تخليه هنا لداخل، يعني من هنا تجبدي القيس تاعك تخلي الارياحيه من الجهه هذه. هنا نحطه ونزيدو حق الخياطه ونخليو سكور. هذه النقطه مهمه جدا يا البنات، انا ديما نقول لكم حق الخياطه حق الخياطه، مش فيتش لكن يعني قلت لكم ديما تخليو سكور لداخل. ربما تطيحوا في زبائن النهار الاول تقول لك ديري لي القيس هذا، ولما تقيسات تقول لك جاتني ضيقه زيدي حلي لي شويه. هنا راكي توقعي في حرج كبير، لكن راكي قصيتي جيست مع حق ما خليتي برك الخياطه لداخل. دائما نقولوا يعني من الاحسن كيعودوا كنادر كيعودوا حوايج تاع الدار، ولا نقصد ماهمش سواغي، خاطر اللي كان عدد سواغي ولا نقولوا لا غوب مودرنيزي، لما تخلي لها بزاف راهي ما تتحلش، وسيرتو بواسون ولا هنا عندك تدخلي في الخصر، لما تخلي بزاف راهي من الداخل من برا ما تتحلش، يعني لازم نطيو شويه على قد الخياطه قد قد. هنا عندنا القندوره نورمال، نقول لكم الموديل وشن هو، هو تاع الكول هذا، راح نحطو الكول ومعاه القطعه اللي تتحط في الدفيره من تحت، وتاع الدرعين هذا اللي يدور على على الكور تاع يعني على الصدر اون جينيرال. هنا البنات قلت لكم انها هذه فكره مشروع مربحه جدا، القندوره معناها ما تسقم لكم، ما نهضرش على المليفه، نهضر على شنو كتان يعني يكون العادي، نقدر يعني الفيبغان فيبغان كلاسي، يعني دوك لي تيسيو نورمال. تقدر تخيط قندوره كيما هاك مع الكول تاعها لما تشريه مونغرو تاني، حق اللي تعود راح معول على مشروع كيما هاك راهي تشري كل شيء اونغرو. شوفوا هنا راح نفصل لكم، بصح دخلت لكم شويه، يعني هذا كل تعديل قاعده نعدل لكم، ربما تجي تساؤلات في راسكم، انا تم يعني مع تجيني في راسي لازم نهدرها لكم، ربما يعني راكم تحتاجوها. اللي يدخلوا في مشاريع طبعا تشري الكتان اونغرو، تشري هادو بالجمله راهم يسقامو لك رخاص خلاص، يعني هذه الجمله جو بونس تسقام 15000 الوحده، ولا جو بونس هادو اقل، خاطر 15 في شويه الاخرى الكبيره، هادو جو بونس اقل. هذا ثاني لما تشريه بالرول راح يطيح لك اقل، وتخدمي اون كونتيتي وتنوعي في لي كولور، يعني رول ديري واحد 3 ولا 4 رولو وتبداي تخدمي في لي موتيف هادو يخرجوا لك روعه، وطبعا السعر البيع تاعهم راح يجي معقول وانت تستفادي فيهم. هذه يعني كفكره مشروع يعني للمهتمات. نرجعوا للفصاله تاعنا، هنا عندي القيس انا عدلته مليح، راهو كان مطبق يعني ماهوش فرواسي بزاف، نعدلو نجيبوه على بعضاه طبقتين، هو ديك القندورة على زوج، ونجي نحط القيس نتاعي أو تاع الزبونة، القيس اللي راح نقيس عليه، وشوفوا هنا واش خليت. هنا عندي هذه الأرياحية واحد الزوج أصباع خليتها، وجيت حطيت القيس. الزبونة قالت لي زيد لي شوية هنا ما بين الصدر وخصر وانش، زيد لي شويه لتحت، قالت لك خليها كيما راها. سو كيفي انا نجي هنا حصرت، شوفوا البنات هاني خليت، واش قالت لي الزبونه زيد لي عفوا باردون البنات حد خليت الحق، قالت لي الزبونه شويه كتان فونسي ما تبين لكمش. وهنا نجي نزيد نخلي حق الخياطه ونخلي اصبع خلاف، هذاك الصبع نخليه احتياط، نحط لامارة تاعي هنا او العلامه نحطها هنا لتحت ما نزيدش، بيسك قالت لك عجبتني العرض تاع لاغوب نتاعها، نخليه قد القيس. نجي وهنا انا اللي نقدم باش تشوفوا لي مليح،
انا هبطت شويه هنا على السفيثه، نخلي دوره الصدر دوره الرقبه شحال حايبتها. هنا نرجع للحاشيه تاع القماش باش نحط دوره الرقبه، نخلي نرجع لداخل بسنتيم اللي هو حق الخياطه، ونهبط الكتف، الهبطه تاع الكتف، ندي لامران تاع هبطه حده الابط، ونخرج هنا على القيس نتاع الزبونه. شفتيو البنات يعني راهي سهله خلاص. جيت انا هنا خليت سيده قالت لك زيدي لي في الصدر، ويعني هكا على الكوتي، يعني نبدا من الصدر ولا طاي ولي اونش. هنا ما نروحش نزيد لها، ما نزيدلهاش في الكتاف، الكتاف راهم يقعدوا كيما راهم. القيس نتاعها عاجبها في الكتاف، الرقبه عجبتها، نرجع نحط على الحاشيه، الحاشيه تاع الطبقه هذه الفوقانيه. قلنا هذه راني زدت حق من ناحيه هذا الديفو، وميم طون السنتيم اللي يدخل الداخل اللي هو خياطه الظهر، ونحط الرقبه تاعي على الحاشيه، وندي بزيادة باك سنتيم، زيد سنتيم خليته لداخل اللي هو من بعد كي نخيط ترجع لي قد القيس قد قد. الكتاف راهم كيف كيف، خرجت هنا في حبة الإبط كيف كيف، وندير الدورة. يعني الخياطة على القيس ولا أسهل، طبعا هنا في الكتف نخرج سنتيم اللي هو تاع الخياطة. هنا عندي الخياطة، وهنا لما تتخيط عندي الكتف اكزاكت، يعني السيده اللي كتفها شويه ضيقين فقط. يا البنات نجي نفصل، وهذه القطعه اللي خرجت لي هنا هي اللي ندي منها لي مونش. انا نفصل ونرجع لكم. سي بون البنات، فصلت القامه وخرجت القطعه اللي راح ندير منها لي مونش، هذا تاع الكتف هذه خلصت منها، نحطها دو كوتي نرجع ليها من بعد. القطعه تاع الدرعين او لي مونش هي حديرهم جوست دومي مونش، يعني مش حسب القيس اللي عطاتني دومي مونش اللي هي بالطريقه هذه. ها بما انه كتناهم مكمش شويه، ومن طاقه تزيد لي يعني شويه برك، يعني نهبط لها شويه على هك. نحط لا مونش تاعي على القماش، ندي الجهه هذه نجبدو باش نشوف قد ما هي لامونش طويله. قالت لك زيد لي شويه واحد الصباع، وهذا نخليه خياطه، يعني السفيفه هي اللي ندخلها خياطه كفه. هنا ندير لامارا شحال جاني المونش، زياده الخياطه سنتيم او سنتيم ونص، لانه نديرو عفوا البنات سامحوني مشكلتي المعتاده. ندي الهبطه تاع لامونش اللي هي توصل هنا، قلنا نقدر ندي حتى سنتيم ونص لانه الكتان راهو يدير يصنصر، ندير حسابي باش ما نقعدش الخياطه تجيني على الحاشيه. وندخل هنا شحال العرض نتاع لامونش، هنا الكتان بنت شويه ضيقه، انا نجبد لها شويه، نزيد لها شويه من عندي واحد الصباع. انا دي فوا يجيبوا لي قيس نشوف كاين كلكو ديفو، انا ندير تعديلات على الخياطه نتاعي. هذه هي، ويخرج لي المونش بالطريقه هذه. نربط ما بين لاماره تاع الكتف اللي تجي في راس الكتف راس الكم، ومع تحت الابط. هذه هي فقط المونش، حاجه سهله ما نقطعش البنات، كيما قالوا لك نحبوا صوت المقص مع القماش. وما راكمش تشوفوا اون بليس اليوم قط ما يصاب البنات، اليوم لقطه تاعي كامله راهم برا. دي فوا يروح الكم يدكم البنات. شوفوا دوك انا راحت لي هنايا، خرجت شويه فوق فوق العلامه، نعاود نرجع نعدلها. هذه هي فقط فقط فقط. فضيت البنات، انا هنا دوك نروحوا للماشينه، وهنا نكملوا مراحل الخياطه البنات. سامحوني الحامل راه يتحرك لي. خيطت لي مونش يعني كفيتهم سي بون، الزوج حطيتهم دو كوتي، وخيطت الفتحه تاع الظهر يعني خياطه الظهر خيطتها، ودرت لها سيرفيلاج هاكم تشوفوا، يعني راهو باين زيكزاك تاع الماشينه شويه دايرتو قريب لبعضها. فقط نحطوها تاني دو كوتي، ونرجعوا للقطعه الاماميه نجيو نسشفوها. بالكم البنات بلي الكول هذا هو نفسه اللي تقدري تسشفي فيه الكندوره، ومن برا يعني تجيك فينيسيون مليحه، منه سجاف ومنه نركبوا لا غارنيتور. واش هي نجيو نحطوا له على النص، يعني نسيب لي ولا
الوسط نتاعو قد قد، غنديرو نكرونطيو يعني، يعني نجيو نحطو الخيط هادل مع بعضاهم كيمن كيمن، وندير العلامة نكرونطي شوية، ونجي نحطو من الداخل، من الداخل يعني تاع القماش الجهة الأمامية. طبعا ندير العلامة نتاع الوسط مع الرقبة، ونجي نحط الكول هذا الوجه نتاعو على الداخل نتاع القماش، يعني نحكم مليح النص، ونزيد هنايا نحكم مليح النص، ونجي نخيط، يعني راني نشرح بالتفصيل الممل، ونجي نخيط هنا مع الحاشية نتاع هذا الطرزة، ونهبط هنا مع الفتحة وندور ونزيد نرجع. أنا ندير المراحل هذو ونرجع لكم. ونكملوا البنات تركيب الكول. أنا خيطته وقصيت، حليت الفتحة هذه تاع الوسط، وهنا في لي كوتي تاع الكاري هذا نديرو فتحة صغيرة من وفتحة صغيرة من، باش كي تقلبوا يتحلك فاسيلمون. كاين واحد الملاحظة يا البنات، بالك ما تولهتي ولهاش، انه لي كول هادو دي فوا الرقبة تكون صغيرة، ودي فوا محتمين، ولا اللي ما موالفينش ولا ما يعرفوش او المبتدئات، تروح تخيط القندورة على قد الكول هذا، مع انه تقدر تكبر الرقبة كيما تحب، يعني هنا ما راكيش ملزومة الرقبة تاعك تكون قد الرقبة هذه. مثلا نكون انا نحب نلبس هذه، انا هذه مستحيل نلبسها باسكو رقبة صغيرة بزاف، يعني تجي نوقع. واش نديرو؟ نروح نهبطو شويه الكول، نخليو مكان هنا مع الكتف، هنا خليت هنا سنتيم وسنتيم يروح خياطه، يعني هذا الكول زدت هبطت فيه، هبطت له سنتيم، يعني بالنسبه للزبونه نتاعي يجيها مليح، يعني زدت هبط لها بك سنتيم في الرقبه مع الفتحه هذه مليحه، لكن كاين اللي يهبطو حتى 2 او 3 سنتيم باش تكون الرقبه يعني تكون مشروحه، يعني تكون باهية، يعني ما تخنقكش. نهبطو حنا 2 و3 سنتيم، هنا ترجع لك ليك انت قد ما حيبة تهبطي باش تكبري في الرقبة. واش ندير؟ أنا كيما هبطت الكول تاعي، الحاشية تاع تاعو هنا الحاشية طبقتها لداخل باش ترجع هي بدات تكفى، لما نقلبو تجيني خدمة هك نظيفة، يعني الكول يكون نظيف، لما بعد نخيطو هنا على القماش يكون هكا بالطريقة هذه. شوفوا لي هنا، هاي هذه الحاشية تاعو طبقتها هنا مع الداخل نتاع الكول، وهذه البلاصه المكان الفارغ اللي خليته درت له سيرفيلاج بالفيزلين، يعني مورسو تاع فيزلين هكا قطعه طبقها على زوج، باسكو هذه تاع رهيفه كون يعني تعود خشينه قطعه تكفي، طبقتها هكا على زوج وجيت من داخل، الطريقه هذه ها يعني، ونجي ندير سيرفيلاج، يعني ندير سيرفيلاج هكا. من بعد لما نجي نقلب الكول على الوجه، هذه القطعه هذه اللي درتها هي تاني تتقلب هك، يعني نرجع لهذه، انا هذه ديجا ركبتها، دوك انا لما نجي نقلب الكول ونحطه على وجه القماش طبعا هذه نقصها، نسيت ما قصيتهاش، تجي مقلبة بالطريقة هذه، وهذه هنا مكفوفة، تجي خدمة فيني هاي بالطريقة هذه، يعني زدت ربحت سنتيم هنا في راس الكتف، وهذه طبعا هنا سيرفيلي ما راحش تتصنصر، يعني كان نوع من التدبيرة باش تكبروا في الكول تاعكم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني يا البنات، واللي عندها يعني قطعه من لا غارنيتور راح نحطو على لي مونش وكفاتها، يعني وجاتها يعني وافيه، هذيك القطعه تقدر تقص منها شويه دي بتي مورسو وتحطهم هنا في المكان هذا باش تزيد تتغطى السيرفيلاج هذا ما يجي يبان والو. ولا البنات دوك انا نقلب الكول تاعي كامل ونعقب له الخياطه ونرجعوا باش نركبوا الكتفين. هذه هي النتيجه تاع السجافه يا البنات، دوك انا كملت سجاف الرقبه، شوفوا كيف جاتني هنا مع الحاشيه، يعني هذه زدتها. درك نحط، وطبعا عقبت ان سيرفيلاج مش على الكول، جيت على القطعه هذيك الزايده هنا في الكول حاب عقبت لها سيرفيلاج باش تجيني مليح حاصله مع القندوره، طيت الزايد، ودوك نجي نركب هاد لا غارنيتور اللي جيت تحط على الكول ساير داير المرحله تقريبا ما قبل الاخيره، اللي هي نركبوا القطعه الاماميه مع الخلفيه ونسجفوا كل شيء مع بعض. نرجع لكم.
هنا كملت الرقبه البنات، ركبت لها لا غارنيتور نتاعها على الحاشيه، هنا كل شيء سي بون فضيت. راح نرجع لي مونش، راح نركب لهم الكالون نتاعهم. الكالون ديال البنات راهو جاي مع الكول، يعني مشري معاه لستو اديسك يعني مقصوده، او السيده يعني ما سقسيتهاش، لكن شريت يعني وقص لها حسب لي مون. دوك هذا لقيته مقصوص هكا للدرعين، يعني دوك انا نجي هكا هو وحده هكا، نزيد انا نقصو على زوج، ولازم يجيني في لي مونش للزوج. ونفس الشيء عندي قطعه تاع الدفار، يعني نحطها من تحت، هي نفسها نقصها على زوج ونزيد نحطها من جهتين، بما انه الموديل فيه فتحات على الجوانب. دوك انا نكمل نركب هذا على الدرعين ونروحوا نركب، يعني انا قصيت باك الفيديو من المفروض نروحوا ديريكتومون للرقبة تاع الخلف ونسجفوها، لكن حبيت نعطيكم هذا لو ديتاي انه القطعة هذو اللي كتلقاوهم قسموا باك على النص وخدموا الجهتين. شوفوا البنات، كل ما نتفكر حاجه نقول من الاحسن اني يعني نعدها لكم خير. طريقه تركيب الكالون، انا هنا نرخف البيد بي، شوفوا البيد بيش تاعي كيف راه يتحرك فاسيلمون. كنت سبق اني نعدت لكم كيفاش نرخفوا البيد بيش اللي هو من المكان هذا، يعني هذه نطلعها خلاص، البيد بيش تاعي يعني يعود مرخوف. بالطريقه هذه نقدر نركب الكالون يعني بكل سهوله. شوفوا كيف، يعني بلا ما نهز البيد بيش راني نعدي على كل التعرجات نتاع الزينه الكالون بكل سهوله. يعني هذه كتدبيره باش تخيطوا الكالون تاعكم بكل سهوله. دوك يعني الكالون كامل محكوم على الحواشي. نرجع لكم.